اليوم البوابات الذكية الجميع يقدر يستخدمها دون استثناء، مواطن، مقيم، أي حد مسجل في البوابة يقدر يستخدمها. خلنا نقول مسافر مش مسجل يقدر في الوقت اللي يسافر فيه يطلب من مأمور الجوازات أن يسجله في نفس الوقت، وراح يتم تسجيله في نفس الدقيقة، يستخدم البوابة إن شاء الله عند عودته لدولة الإمارات وتحديدا لإمارات دبي إن شاء الله. المتوقع أن نحن نستمر على استقبال عدد 125 ألف مسافر في الفترة الحالية يوميا. البوابات مغطية جميع المباني، قادرة على استيعاب عدد أكبر من هذا، ولكن بما أن النظام في تطوير وفي تحديث فالعدد مستمر في زيادة. أنا أنصح المسافرين في البداية يستخدمون البوابات الذكية. بوابات متوفرة عددها 122 بوابة متوزعة على جميع المباني، يقدر المسافر يستخدمها وهو مغادر وهو قادم للدولة.